فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة قد ركبت اللولب وأصبح الحيض يأتيها متقطعا، أحيانا في اليوم يأتيها مرة، فهل تصلي وقت الجفاف أم ماذا تصنع؟ إذا كان يأتيها فترة يسيرة فلا حكم له، تصلي ولا حكم له. أما إذا كان يأتيها ويستمر فترة يوم أو يوم وليلة هذا يعتبر حيض، تترك الصلاة في وقته، وإذا زالت تغتسل وتصلي في حالة الجفاف، نعم تعتبر حائضا في وقت نزول الحيض وطاهرا في امتناعه عنها. وأنا أنصح النساء إن ما تعبث في أنفسها بأخذ الحبوب أو تركيب اللولب أو ما أشبه ذلك، لأن هذا يحرجهن ويوقعهن في التباس وفي حرج، عافينا الله من هذا. نعم.